سيد الرئيس مرحبا بك معنا. اول حاجه عطينا الاسم والصفه ديالكم، بغيناك تهضرنا على هذا اللقاء اللي كان اليوم يعني في مدينه وجده بالحضور تاع مجموعه ديال الرؤساء ديال الجمعيات على المستوى الوطني يعني منضمه للفيدراليه. شنو رئيس فيدراليه جمعيه وحده كره السيارات المغرب؟ اليوم كاين اللقاء الاول هذه السنه ديال المكتب التنفيذي ديال الفيدراليه في مدينه وجده، وحضروا فيه ممثلين عن جهات المملكه وكره السيارات. هو اللقاء دوري، ولكن بمناسبه انه كان لقاء هذا الاسبوع مع وزاره النقل برئاسه وزير النقل، تم فيه الاعلان عن اخراج افتتاح حمولات السيارات الجديد. افتتاح حمولات ما لا يتطلب علينا نفس التطلعات ديالنا والمقترحات اللي كتحطها في دراري جمعيه وكالات كره السيارات. كاين بعض الامور اللي مازال كنظن انها خصها تغير، ماشي في صالح وكالات كره السيارات اللي كتشتغل حاليا في القطاع. ان افتتاح حمولات هو اكيد انه كيعني الشركات الجديده اللي غتدخل القطاع، ولكن الشركات اللي ديجا كاينه نورمالمون غيكون عندها واحد الخبره انتقاليه باش تتعرف مع افتتاح حمولات جديده. شنو هو الضرر اللي غادي يسببوا للشركات القديمه هذا افتتاح حمولات جديده؟ الشركات القديمه تفتح لهم شركات اللي دوزات كورونا، دوزات ازمات اقتصاديه ومازال كتعاني، يعني ما عندهاش ديك القدره الاقتصاديه انها تواكب افتتاح حمولات جديده، افتتاح انتقاليه اللي هي تكون اطول. هي غتعاني بزاف وما غاتكونش عندها نفس القوة التنافسية، الناس اللي يلاه داخلين جديد بالشروط الجديدة. هذا مع بعض البنود الأخرى اللي غنحاولو نوصلوها تاني للوزارة على أمل أن يحاولوا يراجعوها قبل الإعلان عن فرض حمل الفلوس. بالنسبة لك أنت يعني من مهني من القطاع ديال كراء السيارات، شنو هما المشاكل اللي كتواجهكم يعني مع الزبائن؟ مع المشاكل في القطاع للأسف كثيرة، لدرجة أننا حنا الناس اللي كيسولوا دابا كيقولوا الاستثمار في هذا القطاع راه مغامره غير محسوبه المخاطر، لان فيه مشاكل اللي هي كثيره، كاين العشوائيه، كاين الفوضى، كاين ناس دخلاء على هذا القطاع، القطاع غير محمي، ما كاينش قانون تنظيم او اطار قانوني لهذا القطاع، يعني احنا معرضين لمشاكل اللي هي كثيره والحمايه القانونيه ضعيفه. احنا عندنا رخصه ديال كراء السيارات بدون سائق، ومع ذلك كنتحملوا عده مسؤوليات، كتحملوا اضرار كيكون كتسبب فيها الصائغ. مثلا بحال اش هاد الاضرار اللي كتحملها؟ مثلا واحد كرا عندنا سياره مشى استعملها التحريم، استعملها السرقه، شحال من حاله السياره كتبقى محتجزه، اختطاف، اختطاف ومحتجزه بلا ما ندويو على المخدرات والتهريب ديالها والتجارة في المخدرات. هذه تي مشاكل كثيره اللي كتخلي السيارات ديالنا حنا كنضيعوا فيها. فهمت، يعني انتم الكليب كيجي ما كتعرفوش يعني البروفيل ديالو شنو كاين ديالو؟ صعيب ما يمكنش نعرفو الكليان شنو نيتو، شنو نقدرو يدير بهذيك السيارة، ما يمكنش ما تقدرش، وحتى التأمين ما مواكبناش باش يعطينا واحد الحماية. حنا عندنا عدة حالات التأمين راه ما كيعوضناش، للأسف الناس ما كيعرفوش. نعطيكم غير مثلا ديال حالة السكر، إلا شي واحد خد سكر ولا حاجة في السيارة حنا ما كنتعوضوش. اللي ما كانش تعوض. نعطيك هذا هو أمر من هادشي واقع في القطاع ديالنا. واحد جاك راه عندك طوموبيل وشفرها ما رداش لك، كتعوضوش، كيعتبروهاش سرقة، كيعتبروها خيانة الأمانة. خيانة الأمانة يبيعها ويسرقو. يبيعها وعندنا حالات، وكاين حالات اللي مشى سيارة واحدة مشهورة لها. فهمت، يعني كاينة مافيا اللي كتقصد السيارة. كاين مافيا، وعندنا حالات الناس سرقوا لهم سيارات كثار، سرقوا في للأسف غنقولها السيارات من شركات ولا وهميين، والسيارات كيطلعوا سرقوا بالشمال. شفتو في الشمال هاد القديم موجودة بزاف. غير بالنسبة لواحد القضية لاحظنا مؤخرا بلي أنك كتلقى مجموعة ديال السيارات اللي فارهة، يعني تبارك الله، يعني يعني باش تشريها بأثمنة يعني دوليكس، وكتلقاها كتكرا بواحد الأثمنة اللي رخيصة يعني، وكاين دي زاجونس اللي عاوتاني اللي عندهم سيارات فاخرة وكتكرا بأثمنة يعني اللي بالنسبة لينا حنا لوجيك يعني كثمن لهذيك السيارة. شنو السر هنايا؟ انا شنو نقدر نقول لك، كاين حالات كثيره، يا الانسان اللي مستثمر في القطاع ما عرفش شنو كيديرش حسابه، يعني هو اقتصاديا وماليا راه ما مخلصش ما عرفش شنو كيدير. كاين حالات للاسف هذا الشيء ولا معروف، انه ولاو ناس كيتدخلوا على القطاع الهدف منهم، الهدف اللي عندهم هما ماشي انهم يكرهوا السيارات، ربما هما بغاو ان اكتيفيتي يتخبوا من وراها، ربما عندهم مآرب اخرى حنا ما نقدروش نعرفوها، لأن العقل ما كيتقبلش أن السيارة كدير واحد الثمن، كتكري واحد الثمن اللي هو بخس، يعني غير اقتصاديا، راه ماشي حيت
كاين اللي غايقول لك لا راه السوق هو هذا والمنافسه هي هذه وراه في مصلحه الزبون انه ياخذ سياره وسميتو، ولكن كاين شي حاجه اللي العقل ما كيتقبلهاش ولا اللوجيك. كما نقول بين قوسين في عائلنا باش ما ندخلش في هذا الضايق. تبارك الله عليك. الرساله بغيت توجهها يعني للمسؤولين على القطاع ولا الوزير المسؤول على القطاع، شنو تبغي تقول لهاد الناس اللي داروا هاد دفتر التحملات؟ انا اللي نؤكد عليهم الوزير المسؤولين كاملين ان القطاع راه متلاقيات مع القطاعات اللي هي كثيره، خصنا نعرفوا بان الخدمه ديال كراء السيارات راه خاصك تخلي كنت هو الكونتاكت الاول مع السائح الاجنبي. اذا ما كناش في المستوى وما عندناش الظروف المناسبه باش نشتغلوا ما يمكنش تقدم واحد الخدمه اللي هي في المستوى، والمغرب مقبل على احداث اللي هي مهمه غتكون تجربه في الوجهه السياحيه ديال المغرب. يعني كمثال الناس يتحركوا مثلا المطارات المطارات العشوائيه وهاد الفوضى هادي، هادشي راه ما كيضرش غير بوكاله كراء السيارات، ايه راه كيضر بينا، ولكن راه كيضر حتى بالسمعه. راه كنشوفوا بعض الاحداث اللي كيوقعوا في المطارات حتى مع الناس، ماشي بالضروره يكونوا كارين السيارات اللي ما كتلاقش اصلا بالسمعه ديال المغرب. تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف. فرصة سعيدة وبونجور.